في لجنة في الوفد متخصصة الآن لكي نكون أمام مشروع وطني لمواجهة هذه المشكلة. مظبوط، لأن دي مشكلة زي ما قلت سعادتك أخطر من الإرهاب، ولا بد أن يكون فضيلة الإمام الأكبر حاضرا والبابا المصريين البابا تودروس حاضرا، لسبب لأن في مشكلة كبيرة في التعاطي الديني مع هذه القضية. لا يزال كتير من منابر الدينية أنا معك بتحض على الكسرة وليس العكس. أنا معك في هذه الجزئية، وبعدين بيت الأمة يعني يشرف بكل هذه القامات وهو موئل لهذه القامات. بإذن الله تعالى سنستقبل كل والفكرة جيدة في أن نكون أمام رجال الدين ليقولوا كلماتهم، لأن دي مسألة لها وقع وتأثير قوي جدا في نفوس الناس. مظبوط. هرجع معاك تاني لفكرة، هل في ذهن قادة حزب الوفد انهم يكونوا رؤساء حكومة، انهم يشكلوا حكومة، جزء من حكومة؟ يعني متى ينفض الوفد غبار الكسل السياسي ويذهب مباشرة للإسهام الحقيقي في الدولة المصرية بما له من تراث وبما له من تاريخ ومن قامات ايضا؟ انا اقول لحضرتك، هو منذ ان توليت رئاسة، اعتبر السؤال ده عتاب. عتاب وعتاب حقيقي. وانا بقول لان يعني اخر وزير من وفدك اعتقد كان الاستاذ منير فخر عبد الدور. في السياحه. اقول لسعادتك حاجه، هو احنا كنا امام بدايات. البدايه الاولى اللي هو حزب الوفد سعد زغلول، في عندما اسس حزب الوفد في بعد ثوره 19، من رحم ثوره 19. ثم كنا امام المولد الثاني لحزب الوفد عند مصطفى باشا سراج الدين في سنة 1978. 30/3/2018 انتخاب رئاسة حزب. الحقيقة كانت ليس الانتخاب رئيس حزب، وإنما كان إصرار وتصميم من الوفدين العدد الغير مسبوق اللي حضر، ونتيجة الانتخاب بالنسبة لرئاسة الحزب الغير مسبوقة كانت بتؤكد أن هناك إصرارا من الوفديين في أن نكون أمام بناء أو مولد جديد ثالث لحزب الوفد. عظيم. يعني ويمكن تقصد في الشارع السياسي، تقصد أن في 3/3/2018 أنت بتعتقد أو بنسميه الميلاد الثالث لحزب الوفد، ويمكن هذا او رافض طبعا تلت. ما نقول لسعادتك حاجه، ويمكن هذا ملحوظ في الشارع السياسي والتواجد، لان انا عارف ودارس جيدا كعلم وكمنهج كيف تكون امام حزب سياسي. اي حزب سياسي عشان يكون حزب مفهوم لابد ان يتوافر فيه مقاومين. المقاوم الاول هو ان يكون جاهزا، يعني ابتداء للانتشار في الشارع السياسي.